الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سيدي يا رسول الله، أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا، عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. أهلا ومرحبا بحضراتكم في خاطرة بعنوان همة السلف في تحصيل العلم والقرب إلى الله عز وجل. زي ما اتكلمنا قبل كده في يعني محاضرة سابقة عن أن العبد لابد له من قوتين في طريقه إلى الله عز وجل، كما قال الإمام ابن القيم، لابد للعبد أن يكون له قوة علمية وأن يكون له قوة عملية. قوة علمية أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، وأن يكون له قوة عملية في إنزال هذا العلم إلى أرض الواقع. ونبدأ هذه الخاطرة يعني مقولة للعلماء والسلف يقولون: يا حسرة من كان همه في غير الآخرة، يا حسرة من كان همه في غير الآخرة. هنعيش مع بعض المواقف النيرة في حياة السلف الصالح. بنبدأ كده في الهمة في القرب إلى الله عز وجل، والهمة في العبادة، وذلك ما كان من يزيد الرقاشي رحمه الله. بيروى عن هذا الرجل العظيم أنه كان يحفر قبرا في منزله، وكان ينزل إلى هذا القبر ليتذكر الموت والآخرة والوقوف أمام الله عز وجل، وكان يقول: من يصلي عنك بعد موتك يا يزيد، من يصوم عنك بعد موتك يا يزيد، من يحج عنك. ثم يقول كلمات جميلة، يقول: من كان القبر بيته والتراب فراشه والدود أنيسه، حق له أن يعد العدة لذلك، وحري بنا أن نعد العدة لذلك. نسأل الله عز وجل القبول والتوفيق. وبص كده يعني إلى فهم أم سفيان الثوري رحمه الله، هذه المرأة التي كانت تغزل لولدها ليطلب العلم والحديث عن النبي، كانت تقول له: يا بني، إذا كتبت الحديث فاعمل به، وإلا فلا تطلب العلم. يا بني، إذا كتبت الحديث فاعمل به، وإلا فلا تطلب العلم. ونقول أيها الإخوة الأحباب، يعني لم تكن حياة السلف ممهدة في طلب العلم. العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. لذلك كان هناك شدة بيرويها الإمام ابن الجوزي رحمه الله، كان يقول أنه كان في أيام طلبه للعلم كان يأكل الخبز اليابس ثم يبله في نهر يقال له نهر موسى، حتى يسهل على نفسه مضغ هذا العيش الجاف. ويقول: والله يعني لقد ذقت المرارة في الطلب، يقصد طلب العلم، حتى صار بعد ذلك أشهى على نفسي من العسل. يقول: لقد ذقت المرارة في الطلب حتى صار بعد ذلك أشهى عندي من العسل، فما مات إلا وهو سمع الدنيا وبصرها والكل يعرف ويتحاكى بعلمه، الإمام ابن الجوزي رحمه الله. إذن أيها الحبيب اللبيب، في بداية طلب العلم لن تحصد إلا المعاناة والتعب، ولن تحصد إلا المرار، كما قال الإمام ابن الجوزي. من أمثلة الهمة في الطلب ما كان من الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهو من شيوخ السعودية. هذا الرجل كان قمة في العلم، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. لما اشتد عليه المرض في يعني نهاية حياته، يعني نصحه أهل الطب بألا يعطي الدروس، ولكن يعني هذا الرجل كان صاحب همة عالية، وآثر أن يعطي الدرس حتى مماته. فكان يقول لهم: سأعطي الدرس وافعلوا ما بدا لكم. فكان يعني يعطي الدرس، وعقب الانتهاء كان يأخذ الحقن والإبر في جسده. ويعني لا شك يعني أن هذا الرجل لم يصبر على ذلك إلا لأنه طيلة حياته عانى ما هو أشد من المرض في طلبه للعلم وقربه إلى الله عز وجل. ونقول يعني هناك الكثير من العلماء حرموا متعة الدنيا وبهائها،
الشيخ ابن جبيرين، وهو يعني أحد الأئمة الكبار أيضا. هذا الرجل يعني ظل طيلة حياته لا يملك شقة ملك إلا في آخر 10 سنوات من حياته، ولو أراد متاع الدنيا لجمعه بعلمه ولجمعه بالقرب إلى الملوك والسلاطين. ولكن نسأل الله عز وجل أن يعني يكون هذا الرجل رحمه الله عز وجل من المخلصين. إذن أيها الإخوة الأحباب، هناك قانون يقول يحيى بن أبي كثير: لا يدرك العلم براحة الجسد. إذا أردت أن تكون عالما، اعلم أنك ستتعب وسيتعب هذا الجسد، كما كان يقول الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. ونقول أيها الحبيب: دونك المحك، دونك المحك. من ادعى شيئا لابد أن الله عز وجل يختبره، من ادعى أنه يعني طالب للعلم لابد أن الله عز وجل يختبر هذا الأمر. انظر كده لسيدنا سعد بن معاذ رحمه الله لما كان في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، قال كلاما جميلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: سالم من شئت وعادي من شئت، فلو صرت بنا إلى برك الغمام لخضناه معك. ولكن سبحان الله، كان المحك والاختبار الحقيقي في السنة الخامسة من الهجرة لما أصيب في كاحله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني استرضاه واسترضاه اليهود في أن يكون حكما بينهم، فيعني حكم بحكم الله من فوق 7 سماوات في يهود بني قريظة رحمه الله تعالى. ففي هذا السن وبهذه الهمة العالية والصدق اهتز بموته عرش الرحمن سعد بن معاذ رضي الله عنه. إذن يعني كما يقول القائل: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وانظر إلى فقه العلماء كمالك بن أنس رحمه الله لما أرسل إليه هارون الرشيد وطلب منه أن يأتيه، وقال: يا أبا عبد الله، آتني فحدثني بحديث النبي وحدث أبنائي عن العلم. فقال لا، ورفض الإمام مالك وقال له: في بيتها تؤتى الحكمة. وقال له يعني: يا أمير المؤمنين، لا تكن أول من أزل العلم فيزلك الله عز وجل. فقال يعني: إذن أخصصني بمجلس. فقال له: لا، إن العلم لا يعني لا يكون فاسدا إلا إذا تلي سرا، ولكن آتني مع الناس، تأتي كأي فرد عادي لتطلب هذا العلم. لذلك يعني الإمام علي والإمام الأعمش كان لهم مقولة جميلة، كانوا يقولون: لا تعلقوا الضر في أعناق الخنازير، لا تعلقوا الضر في أعناق الخنازير، بمعنى لا تضع العلم في غير أهله. وكما كنا يعني إذا يعني وجد هذا العلم في غير أهله ربما أفسد صاحبه، يعني إذا لم يفيدك العلم شيئا فخير منه أنك ما علمت. لذلك يعني كانوا يروون عن أبو بكر الجعابي، كانوا يقولون كان ذكيا فطنا، ولكن هذا الرجل انقلب علمه عليه فحدث بالبدعة حتى اتهم بعد ذلك بالزندقة. ونقول أيها الإخوة الأحباب أن العلم ارتبط في حياة العلماء بالشدة والمعاناة والفقر، لأنهم كانوا ينفقون أموالهم في تحصيل الكتب وفي السفر لطلب هذا العلم، حتى أن بعض الشعراء كان يعبر عن هذه الحياة ويقول: قلت للفقر: أين تقيم؟ قال لي: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء، وعزيز علي ترك الإخاء. والإمام الشافعي مع يعني شدة حاجته كان صاحب همة عالية، فهو القائل: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المزلة كفرا. وانظر إلى يعني تضحية سيدنا عمر بن الخطاب في طلب العلم، كان له جار من الأنصار وكانوا يتقاسمون تجارة، كان سيدنا عمر ينزل يوما وهذا الجار ينزل يوما، وكانوا يحادثون بعضهم البعض بما سمعوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوتهم شيء. سيدنا عمر ضحى بنصف ماله وبنصف رزقه وتجارته في سبيل تحصيل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك همة من نوع آخر، وهي همة أبي الدرداء رضي الله عنه، يقول: لما أسلمت وكان تاجرا كبيرا صاحب مال، قال: أردت أن أجمع بين التجارة والعلم وبين العبادة، فلم أستطع ذلك،
قال فتركت التجارة لأجل العلم، قال فتركت التجارة لأجل العلم. وانظر إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، هذا الرجل يعني كما يقول عنه الإمام الذهبي كان وجيها محتشما، ودي كان فيها يعني كناية عن غناه وثراه. وكان عشان تعرف مدى يعني ثراء هذا الرجل، كان له أكثر من 100 تقية. طيب يبقى ده عنده أكثر من 100 طاقية بيلبسها، ما بالك بقى بالسراويل والقمصان التي كان يلبسها. وكان ينفق من هذه الأموال على طلبة العلم، حتى أنفق جل هذا المال ولم يجد مال فنقض سقف بيته، باع الخشب بتاع بيته عشان يعني ينفق على طلبة العلم رحمه الله تعالى. وبختم بموقف للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول عنه عمر بن حفص: افتقدنا البخاري محمد بن إسماعيل في رحلة لطلب الحديث، فلما ذهبنا إليه وجدناه عريانا في بيته لا يملك ثوبا يخرج به، فجمعنا له الأموال ليشتري ثوبا يخرج به بين الناس. الإمام البخاري لم يكن فقيرا، أبوه ترك له يعني تركة تقدر بـ1000 حوالي 1,000,000 درهم، ولكن أنفقها كلها في رحلاته لطلب العلم، حتى صار سمع الدنيا وبصرها وصار الإمام البخاري رحمه الله. فدي كانت مقطوفات كده سريعة عن همة العلماء وهمة السلف في طلب العلم وتحصيل العبادة والقرب إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل في ختام هذه الخاطرة وفي هذا الدرس أن يسأل الله عز وجل أن نقول على آثارهم مقتدين، وأن يرزقنا العمل بما كنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.